السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، ميعادنا اليوم في مراجعة سمارت. هنبدأ المراجعة بتاعتنا بسؤال الريرايت نمبر 1. He is a polite speaker. هو متحدث مؤدب. المطلوب مني استخدم كلمة speaks. speaks معناها يتحدث، طبعا زي ما احنا عارفين ده verb، فالمفروض انا هحول الصفة الى adverb بإضافة ly، هتبقى الإجابة he speaks politely. هو بيتكلم او هو بيتحدث بأدب، كده انا بوصف فعل هو بيعمله. Number 2. My father is careful when he drives. يعني بابا بيسوق بحرص لما وهو بيسوق، بيكون حريص وهو بيسوق. عايزني احط carefully. طيب انا كده حولتها الادفيرب، يبقى انا هوصف الفعل، يبقى my father drives carefully. Number 3. She sings sweetly. هي بتغني بجمال او بحلاوة. عايزة استخدم كلمة voice. voice ده صوت، يبقى انا هوصف الاسم اللي عندي النون اللي هو voice، هتبقى الاجابة she has a sweet voice. هي لديها صوت عذب او صوت جميل. Number 4. No one is taller than Ahmed in my class. هنا بيقول لي ان مفيش حد اطول من احمد في الكلاس. هو هنا استخدم الكومباراتيف، عايزني احط ذا تولست يعني سوبرلاتيف. يبقى هنا هقول ان احمد اطول واحد في الفصل، يبقى احمد از ذا تولست ان ماي كلاس. Number 5. He sang in a happy way. هو بيغني بطريقة سعيدة. طبعا هنا عايز نستخدم كلمة happily، ده حال، فهشوف الفعل عندي sang وهوصفه، هتبقى الإجابة he sang happily. هو بيغني بسعادة. Number 6. My mobile is 400 LE. Your mobile is 600 LE. عايزني استخدم مور. هنا انا هستخدم مور، يعني هعمل كومباراتيف ما بين موبايلي وموبايله، بس لازم تبقى الصفه بتاعتي لونج ادجكتيفز. طالما لونج ادجكتيفز يبقى هستخدم اكسبنسيف، يبقى هقول يور موبايل از مور اكسبنسيف زين ماي موبايل، او ممكن بدل ما اكتب ماي موبايل اكتب ماي. Number 7. Ali is 170 سنتيمتر. أحمد is 165 سنتيمتر. علي بيكون طوله 170 سنتيمتر وأحمد 165 سنتيمتر. المطلوب هنا هعمل مقارنة ما بين أحمد وعلي، عايز نستخدم كلمة زين. طبعا زين دي مقارنة between two، فبكتب الأدجكتيف وأضيف لها ER وبعدين هكتب كلمة زين، فممكن أقول أحمد is shorter than علي، أحمد بيكون أقصر من علي. ممكن أقول إن علي is taller than أحمد. Number 8. He is a slow worker. هو عامل بطيء. كده انا وصفت العامل او الموظف ان هو بطيء. المطلوب مني هستخدم كلمة works. works معناها يعمل. انا عايز اوصف الفعل ده، فعشان اوصف فعل بستخدم adverb، هتبقى he works slowly. هو بيعمل ببطء. هناخد سؤال تاني اللي هو سؤال التشوز. هيجيب لي 3 اختيارات او 4 وانا اختار ما بينهم الاجابه الصحيحه. نمبر 1. My friend has a space voice. انا هنا عايز اوصف الصوت، واحنا اتفقنا ان انا لما بوصف الصوت بستخدم adjective مش adverb. عندي loud، loudly، quietly، يبقى انا هستخدم loud لانها loud دي صفه، لكن loudly وquietly الاثنين دول adverb. Number 2. We played space to win. احنا لعبنا ايه لكي نفوز؟ careful حريص، carefully بحرص، ولا happy؟ طبعا انا هنا بوصف الفعل، طريقه لعبنا المفروض هتبقى الاجابه adverb happy. carefully معناها بحرص، لعبنا بحرص لكي نفوز. Number 3. The space trained us well for the cup. مين اللي هيدربنا كويس عشان الكاس؟ fans المشجعين، coach المدرب، جول كيبر حارس المرمى. اكيد اللي بيدرب كويس الكوتش المدرب. Number 4. It is space expensive car in town. دي السيارة بيكون ايه غالية في المدينة. طالما في المدينة يبقى هو قارن السيارات كلها في المدينة، فدي هتبقى اغلى سيارة. الاجابة most، the most او a most، دي superlative في long تبقى زي most، هتبقى the most expensive الاكثر غلوا. Number 5. We will space a new boat next week. احنا هنعمل ايه في مركب جديدة الاسبوع القادم؟ sail يبحر، drive يقود او يسوق، و swim معناها يسبح. يعني استخدم sail عشان انا عندي كلمة boat يبقى يبحر. We will sail a new boat next week.
question number 6. Nothing is space than depending on yourself. مفيش حاجة ايه انك تعتمد على نفسك. انا هنا عندي زين يبقى انا بعمل comparative. good ولا better ولا best. طبعا better دي مفضلة او بقارن ما بين اتنين، هتبقى better than معناها افضل من. seven footballers use pads to protect their. بيقول لعيبة كرة القدم بيستخدموا pads ايه to protect عشان يحموا، بيستخدموا الشنكارة عشان يحموا ايه chins chins ولا chines. طبعا chin الاولى اللي هي الدقنة او اللحية، chin اللي هي الساق، ولا chines معناها تشرق او تلمع، هيستخدموا chin. complete number one. My brother is the best player in the. أخويا هو أفضل لاعب في إيه؟ in the team، في الفريق. Number two. He is a very good space. He always saves our goal. هو بيكون إيه جيد؟ هو بيحافظ على أو بيأمن المرمى بتاعنا. طبعا الجول كيبر حارس المرمى. Number three. Our trains us well for the matches. دربنا كويس علشان المباريات. Our coach trains us well for the matches. Number four. Football players, لعيبة كرة القدم wear long. بيلبسوا long ايه؟ They are just under their knees. The knees هم بيلبسوا ايه؟ بيكون لحد تحت الركبة عندهم. بيلبسوا طبعا socks، الشرابات الطويلة. The space whistled to start the match. مين ده اللي صفر لبدء المباراة؟ طبعا ريفري الحكم هو اللي صفر عشان نبدأ المباراة. Number 6. I like wearing they are comfortable. انا عايز البس ايه او بحب البس ايه عشان هو مريح. Trainers اللي هو الحذاء الرياضي او الكوتشي بيبقى مريح بالنسبة لي، فانا كده بحب البسه. لسه احنا مع بعض في سؤال كومبليت. He is a very rich man. هو رجل ثري، رجل غني. He lives in، هو بيعيش في، a palace طبعا قصر، دي من ضمن الكلمات اللي احنا اخدناها، palace قصر. We crossed the Nile by a small. احنا عبرنا النيل بايه صغير؟ احنا خدنا من الكلمات بتاعتنا كلمة boat، قارب صغير. We crossed the Nile by a small boat. عبرنا النيل بقارب صغير. Correct. Number one, Arabic is easy than any other language. العربي بيكون سهل أي لغة أخرى. طبعا عندي كلمة زين ده كده comparative، مقارنة ما بين اتنين، ما بين العربي وأي لغة أخرى. طبعا المفروض تبقى easier. منساش هشيل ال y واكتب letter i وبعدين أضيف er. Easier than، أسهل من. She tells the story excited. هي هنا بيوصف لي، هي حكت القصة بطريقة مثيرة. طب احنا شايفين excited دي adjective، واحنا بنوصف حكيها للقصة او الفعل اللي هي عملته، يبقى انا محتاجة هنا adverb. يبقى حضيف، احنا اتفقنا ان انا بضيف للadjective ly تبقى adverb. يبقى الحل بتاعي excitedly. يبقى she tells the story excitedly. Number 3. الحضري was chosen as the good player in Africa in 2008. بقول الحضري اختير كأفضل لاعب في كرة القدم، لاعب لكرة القدم في أفريقيا 2008. طبعا the good طبعا دي غلط، دي superlative، هتبقى the best. The best معناها الأفضل. She has a beautiful voice. هنا بيوصف صوتها، واحنا اتفقنا سنة اولى ان الصفة، ان الوصف الصوت هيحتاج صفة مش adverb. يبقى هشيل ال ly من beautifully، هتبقى beautiful. She has a beautiful voice.